الكلام عن إيمان حمصي سيدة القانون هو باختصار الكلام عن مشهدية متكاملة من الإيمان والفن والجمال، أكثر من 7 سنوات على رحيلها، وكأنه بالأمس، وكأنها لم تغادر، تحضر بفنها الراقي، تحضر بوصيتها. الموت لا شيء، هو انتقال من غرفة إلى غرفة. إياكم والبكاء، وتحدثوا عني كأنني بينكم وأحب الحياة. شقيقة إيمان حمصي دعاء حمصي فرح تتذكر شقيقتها. عندما أدرج الراحل الكبير غسان تويني في الصفحة 423 من كتابه 1999 لبنان القرن في صور صورة إيمان حمصي مع القانون قائلا: إيمان حمصي تبرع في إدخال الأصابع 10 إلى أوتار آلة القانون، لم يكن مخطئا في قراءة مستقبل هذه الفتاة الجنوبية الأصل، ابنة بلدة برج الملوك، والبصمات التي ستتركها على آلة القانون وعلى الموسيقى والمقامات والعرب. كانت تؤمن إيمان بأن من صنع يديها لابد أن يبارك كل نقرة وتر، وأن يلهم كل إلهام، كل كرجة هنا واسترسال هناك، كل إيقاع وحب. إحدى المرات لما اعتقدت أنها انتهت من تأليف إحدى معزوفاتها وسمتها بريير نو إكزوسي، أي الصلاة غير المستجابة، كانت أمورها في العزف تتعرقل دائما، وكانت تستغرب ذلك إلى أن فهمت الإلهام، ربما الله غير راضي عن اسم المعزوفة، وقررت تغييره إلى بريير إكزوسي، الصلاة المستجابة. موسيقى إيمان نابعة من مشاعرها وتجربتها الشخصية. أكثر ما يهزني عندما أستمع إلى معزوفة ERM فيها إيمان المريضة الخائفة، ضربات القلب غير المنتظمة ثم المنتفضة فالسابحة في الفضاء، كتلة مشاعر تروي فيها موسيقيا تجربتها في جهاز التصوير، وبحرفية عالية تجسد الحالة النفسية التي مرت بها مع فيلم مصور. اليوم أوجه تحية لسيدة القانون إيمان حمصي، هي حنين وشوق إلى الشقيقة الإنسانة وإلى الأنامل الساحرة، إلى الحوار الراقي مع الموسيقى والأحاسيس العالية. إيمان، لا أستطيع الكلام عنك بصيغة الماضي، لأن عطر عزفك سيظل ينبعث من كل لحن قانون في معزوفاتك ومع فيروز وغيرها من أصابعك 10 وفي عيون سارة وتاليا. بعد 7 سنوات من الرحيل، وتر القانون يبحث عن وردته البيضاء التي كانت ترافقك في كل الحفلات، فأنت صنعت كلمة الوتر وبصمت الحياة والتاريخ ليس بإصبع واحدة بل بعشر أصابع، ونبيذك يشرب نخبه دائما. صنعت إيمان حمصي من الوتر وحبيبها القانون كلمتين عرفت كيف تعبر بهما إلى القلوب، تسكب في العروق عطرا وإبداعا وموسيقى لا ترحل أبدا. إيمان ولدت في العام 67 وآلة القانون قدرها، وصارت مؤلفة وعازفة وأستاذة في الكونسيرفاتوار الوطني. نعم، إيمان صادرت القانون الذي غالبا ما احتكره الرجال، ونقلت القانون من العزف بإصبعين إلى العزف بالأصابع 10. الراحلة ميمنسة لا تنسى إيمان حمصي وفنها. أنا ما استقيت بإيمان، استقيت بموسيقتها لإيمان، بهالآلة اللي كانت تحت صبيعة
عم بتروحنا عم بتأنسنا. صرت اسمع شيء عم بيطلع من صبيع ساحرة، من صبيع بسموهن بالميثولوجيا الحريات، كانت مثل الحرية. يمكن ما كانت عم تنتبه انه في ناس سامعينا، لان كانت منخطفة بهالعالم الكبير اللي اسمه الموسيقى تبعها. وانا اللي لفتني وقتها انه لما كانت تسكت الاوركسترا وتتركها لإلها سولو، كان هون الينبوع تبع إيمان حمصي يتفجر. بحس إنه ما في إصبعين عم بيعزفوا مثل ما عادة بالقانون، كان في صبيعة العشرة عم يشتغلوا، عم بتحيك، كانت عم بتحيك ذاكرة كبيرة اسمها ذاكرة القانون. ما فينا نطلب اليوم إنه يعترف بالفنان مزار كتير عينا، وشومان عينا، وشوبان عينا كتير قبل ما صارت موسيقتهم عالمية والناس كلها عم تتعلمها وعم تهفل لها. في شيء اسمه نكران الجميل، كل ما هو الإنسان بعضه طيب. في الغيرة، في عدم الفهم، في التنكر للآخر. هل يجب أن ننتظر أن يرحل الإنسان، أن يرحل المبدع لننكش كعلماء الآثار في ينبوع ونرجع نكتشفه؟ بعتقد أنه منا غير شكل إيمان عن كل الموسيقيين اللي مرقوا عبر السنين. رافقت إيمان حمصي فيروز وهو حلم تحقق لديها، واشتركت مع الفنان زياد الرحباني في عملين مسرحيين بينهما بخصوص الكرامة والشعب العنيد. ماذا يقول أسعد قطان أستاذ اللاهوت الأرثوذكسي في جامعة مونستر في ألمانيا؟ تنطوي موسيقى إيمان حمصي على عنصرين يجعلانها تخترق الزمن وتضج بالآنية. أولا، قدرة إيمان على كسر القوالب التقليدية لآلة القانون عبر تقنية العزف بالأصابع العشرة التي طورتها، ما جعل القانون لا آلة ميلودية فحسب تقوم على التقسيم ومواكبة المغني، بل آلة هارمونية وإيقاعية أيضا. وثانيا، قدرة إيمان على أن تسكب في نبرات قانونها وفيما كتبته للقانون كل ما كانت تصطخب به ذاتها التي لا تستكين من هدير وجموح وتوتر خلاق. لقد تركت لنا إيمان على قصر عمرها في هذه الموسيقى قلقا كثيرا وفرحا كثيرا، قلقا وفرحا يكتظ بهما القلب حتى ولو غاب الوجه. هذا هو سر العبقرية وجوهر الفن العظيم. جعلت إيمان حمصي من القانون آلة على حدة، وراحت تعزف عليه وحده، مانحة إياه حيزا إبداعيا عميقا، ومضيفة إلى أوتاره مواصفات ميلودية وهارمونية غير مألوفة. فلنستمع إلى ما تقوله فادية طنب. إجمالا الفنان المحترف، وتحديدا بما أنه عم نحكي عن إيمان، هو المتطلب من نفسه ومتطلب من غيره. بيكون متطلب من نفسه انه اذا طلبت منه شيء ما بتعتبره ولا مرة نقد او ملاحظة، بتعتبر انه هيدا طلب الفنان او الكوندكتر او المغني اللي عم بترافقه وعم بتساعده تغني حلو. هيدا الطلب حتى يوصلوا اثنيناتهم للنتيجة الموسيقية المتوخاة للطرفين. يعني ولا مرة بتعتبر انه اذا اعطيتيها ملاحظة، مش هي ملاحظة، مش نقد، هي طلب، انه عم بتوجهي لها اي ملاحظة نقص عندها اياها. بالعكس، ايه شو بدك تعمل، شو بتريدي، شو حاسة انه بعد فيني اعطيكي، بعد انه ما يطلبه الفنان اللي معه. لانه بالنتيجة هيك هالاخذ والعطاء، لما هي بترافق حدا عم يغني سولو او فرقة موسيقية معها، بتلاحظ انها تحت تصرف الاخر، تحت يتنفسوا مع بعضهم، تحت يطلع بالاخر نفس موسيقي متكامل.
هي ديفا على القانون، بس لما بتكون عم بترفقنا ما بتحسسنا انه هي ديفا، هي جاية حتى تخدم العمل، متميزة فيها الشغلة. شالت إيمان حمصي على آلتها في بلدان العالم شرقا وغربا، وأصدرت ألبومها الأول لورد قانون في العام 2008 من المعهد العربي في باريس، ولم يمنحها المرض فرصة الإصدار الثاني. Thank you.